قبل شوي عرفت بهالموضوع. أنا كنت بدي خبرك بس إذا صار الصلح أو ما صار أنت بتعرفيها لستك ما رح يتغير شي. تركيون خليون يأكلوا بعض. أنا ما بيهمني أي حدا بهالحياة غيرك. وهلأ تركينا من سيرتون الفاضية وحكيلي إن شاء الله أنت مرتاحة ومبسوطة بالفندق. إيه أنا مرتاحة وكتير مبسوطة. مرتاح راسي من بعد ما بعت عن ستي، وحتى بنصحك إنه تبعدي عنا فترة كمان لأنه ما عم فكر إنه أرجع على البيت هلأ. مثل ما بدك، لا ترجعي. بعدين الصلح ما صار يا بنتي، والظاهر مشاكل هذا البيت ما رح تنتهي ابدا، وطالما انت مبسوطه عندك فلا ترجعي. طيب انت برايك شو رح يصير؟ يعني آل شادوكلو رح يردوا علينا مشان هيك ما وافقوا على الصلح؟ امي الو، ميران ابنك يا هزار؟ لكن ميران من عائلة شادوغلو؟ جنون؟ أمي؟ ليش انقطع الاتصال فجأة؟ صار شي؟ سكب الشاي على إيدي ووقع تليفوني، حاكيكي بعدين لا تشغلي بالك. طول هالسنين وانتي عم تربي ابن هزار ليكون عدوه؟ معقولة يعني 30 سنة؟ شلون نحن كنا عايشين جوات هالكذبة هاي؟ مستحيل اتخيل انه في حدا بهالدنيا سيء لهالدرجة. ما عاد فيني صدق اي شي، وراسي ما عم يستوعب ابدا. حاولت عزيزة انه تخلي الابن يقتل ابوه؟ اذا ميران كان من آل شادوغلو فهذا الشي بيعني إنه ابني أصلان هو الابن الوحيد لعائلة أصلان. أخيراً تحققت العدالة، هلأ تحققت العدالة، بس مو مشانك، تحققت مشاني. أسماء، رح نحكي بهالموضوع لآخر مرة فوق قبري يا ستي. مثل ما أنت أقسمتي إنك تاخدي انتقامك، وأنا كمان بوعدك إني انتقم من آل شادوغلو اللي حطوني بهالقبر قبل ما أموت. أنا رح أساوي كل شي مشان أحميك وبعدك عن ساحة الحرب يا أصلان. جيت يا خانو. خير إن شاء الله سلطانة، شو هالحالة؟ كنت متوقعة إنك تجيبي لنا خبر منيح، بس للأسف أنت خسرتي بالعرض تبعك بساحة ميديات. أنت ما لك علاقة. ميران شو الموضوع؟ أنا عطيتك فرصة مشان تروح مع ريان. فرات؟ بس أنت شو عملت؟ خربت كل شي بغبائك ميران بيك. أنا قلت لك ما لك علاقة أبداً، ليش لا تتدخل بهذا الشيء؟ ما حدا بيغير لي طريق اللي ماشي فيه. وقفوا، انتو شو عم تساووا؟ فرات شو سوى لك يا ميران؟ يلا احكوا لشوف انتو ليش عم تتخانقوا. دائماً بيحشر أنفه بشي ما بيعني. اسمعوني حبيبي، ما حدا بيتدخل بشغلي. ما رح يتم الصلح، آل شادوغلو أعدائنا. أنا رح طلقها لريان ورح آخذ بتاري، فهمتوا علي؟ اصح كون حدا يتدخل. انت شو ساويت؟ تعرف انه لما ستي تعرف بالشي اللي صار وقتها خطتي رح تخرب؟ يلا جاوبني يا اخي، انت شو ساويت؟ انت يلي شو ساويت؟ بالوقت يلي كان في عندك فرصة لتهرب مع ريان ولا تكون مبسوط معه. ما بنقدر نكون مبسوطين يا اخي، اذا رحنا من هون تحت هالظروف اللي عايشين فيها ما حدا منا رح يكون مبسوط. فهام هالشي. بس اساسا كنتوا رايحين وانا كنت بفكر اني عم اقدم لكم مساعدة. هالشي كان قبل ما اوصل لازاد يا فرات. هلا ما عاد فينا نروح على اي مكان، بالعكس تماما لازم نضل هون. وخلي ستي تصدقني انه بدي اخذ بتاري. شو راح نساوي هلا؟